مساء الخير، مساء النور، تحية حب وتقدير لكم جميع. مرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم نبض الشارع. شكرا على الوفاء ديالكم، شكرا كونكم دائما في المتابعة، وهذا رائع من قبلكم. موضوعنا لهذه الحلقة من برنامجكم نبض الشارع هو ماكلة الزنقة. حنا المغاربة واش كنعرفوا راسنا شنو كناكلو ملي كنمشيو لشي سناك أو لشي مطعم؟ واش هذيك الجهات اللي كنمشيو ناكلو فيها كتخضع بالفعل لمراقبة دورية ومستمرة وحاسمة؟ واش الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال هم ناس بالفعل كيحبوا هذا المجال وكيشتغلوا فيه لأنه بالنسبة لهم ماشي فقط مورد عيش ولكن أيضا فن حياة؟ هذا الموضوع كنت ناولوه على إثر طاجين الدود لمنطقة أوزود. للأسف واحد الحدث اللي وثقوا شخص عبر الفيديو واللي نشروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا هذيك الحالة ماشي هي الحالة الأولى وما غتكونش الحالة الأخيرة. إلى أي حد هي قصة حقيقية أو مفبركة لن ندخل في هذا المجال، على اعتبار أن الجهات المختصة بصدد القيام بالتحقيقات اللازمة. ولكن اللي كيهمنا أن هذا الموضوع استأثر بنبض الشارع وكان حاضر بشكل كبير، ومن ثم برنامجكم نبض الشارع كياخذ الموضوع اللي أثار انتباه أكثر ديال الشارع المغربي وكيتناوله بالتحليل والتدقيق بطريقة مهنية علمية بعيدا عن ما هو عاطفي أو شعبوي. طبعا كانت مواضيع أخرى استأثرت بالاهتمام خلال هذا الأسبوع. ملي كنقول الأسبوع بالنسبة لنا كيبدأ من الخميس حتى الخميس، على اعتبار أن البث ديال البرنامج هو يوم الخميس انطلاقا من الساعة 9 ليلا. شخصيا سبق تناولت مثل هذه المواضيع في برنامجكم حضير راسك خصوصا أكثر من مرة، وحضرت المستهلك المغربي من بعض المواد الغذائية اللي كيستهلكها، ماشي فقط اللي كاينه في المطاعم وفي المحلات ديال الأكلات الخفيفة، ولكن أيضا المعروضة في الأسواق واللي كتعرض تواريخ الصلاحية ديالها للأسف للتزوير، واللي كتكون معروضة في ظروف غير صحية تحت الشمس في أماكن متسخة وما إلى ذلك. اليوم يمكن غادي يجي الحديث على هذه الأشياء كلها. كيهمني نذكركم أنه بإمكانكم تشاركوا معنا عبر الهاتف من خلال الرقم الهاتفي 06 57 58 00 84. هذا الرقم فيه واتساب، معناه أنه يمكن الأخوات والإخوان ديالنا من خارج أرض الوطن أنهم يتواصلوا معنا. ودائما رجائي بالنسبة للمتلقيات الكريمات والمتلقين الكرام اللي من داخل المغرب، عيطوا مكالمة عادية، خليوا الواتساب الإخوان ديال برا. للأسف هذا الحدث ديال طاجين ديال أزود فقط حرك هذا الملف ديال الماكلة ديال الزنقة، الأكلات التي تقدم في المطاعم وفي محلات الأكلة الخفيفة. ما كنظن شيء أنه كاين شي واحد منكم اللي ما عاش شي حدث مع هذا الماكلة، إما أنه شكك فيها، إما أنه جاته ماشي لذيذة، إما أنه كيعتقد بلي الثمن المطلوب فيها كيفوق كثير الثمن الحقيقي اللي خصها تباع به وما إلى ذلك. وكثير منكم شاف كيف أنه تنتشر عبر مختلف المناطق ديال المغرب مجموعة من العربات اللي عليها الماكلة الكرارس، وناس كيطيبوا أشياء مختلفة وكيعرضوها في الهواء الطلق والناس كياكلوها. فهذا الملف ديال الطاجين ديال أزود يرخض هذا البعد، على اعتبار انه تنشر وكانت الصوره مقززه نوعا ما وخدا واحد البعد ديالو، مع احترامنا طبعا لكل الاخوات والاخوان اللي كيشتغلوا في المنطقه ديال أزود واللي الموارد السياحيه بالنسبه لهم مهمه جدا من اجل الاستمرار. فحدث صغير بحال هذا ما يمكنش يضرب المنطقه ككل، لانه احنا بعقلنا ما يمكنش يذنب واحد نسقطوا على منطقة بكاملها أو على القطاع ديال المطعمة بصفة عامة. حنا كنقولوا أنه كاين ناس عندهم ضمائر حية
وكاين الناس الهم ديالهم الوحيد هو الربح. هذا علاش طرحنا السؤال في البداية وقلنا يا ودي هل هاد المهنة ديال المطعمة واش كيمارسوها ناس اللي كيحبوها وكيعتبروها فن؟ لأنه بالفعل هاد المهنة مفروض تكون كتحبها، مفروض تكون دخلتي ليها ماشي كتدبر على شي مشروع، تبحث عن مشروع مربح ما وكيقولوا لك عرفتي الماكلة راه فيها الفلوس، الماكلة اللي ما بغاش ماكلة فيها ما يدار صافي، وكتاخذ واحد راس مال كان يمكن يكون موجه لاي مشروع اخر وكتجيبو كتنزلو في الماكلة، وكتقلب على ناس كيقولوا انهم كيديروا لاكويزين دي كويزيني، هما ما عمر كانت عندهم شي تكوين في لاكويزين، وكتقلب على ماتيريال جديد ولا بون اوكازيون وكتجهز واحد المحل وكتبدا تبيع للناس، والهدف ديالك الاساسي هو اشنو غادي تربح. وهاد الناس للاساسي ديالهم هو اشنو غادي يربحوا كينقسموا لقسمين، واحد فيهم كيقول اشنو غادي يربح ولكن كيستعمل مواد اوليه مزيانه ما كيغش فيها، عنده ضمير كيخاف على راسو كيقول داكشي اللي كنعطي لوليداتي ونفسي نعطيه للناس، الربح اللي غادي يبقى ليا كيف ما كان الحال اللهم ربح قليل ولكن معقول وديال الحلال، او شي ربح اللي ما عندي ما ندير به. وكاين الصنف الاخر اللي قد ما قلل الفلوس اللي غادي يصرف على ديك الماكله اللي غادي يبيع لك، قد ما بالنسبه له كيعتبر راسو اوم دافير ولا فام دافير ومطور وعارف ومعتبر لانه غير يربح بزاف، فبالنسبه له غيشري لك ارخص المواد الاوليه اللي غادي تدخل في الاكله اللي غادي يقدم لك. هذا الا ما تكلمنا شيء على اللي الغش عندهم في الدم ديالهم، واللي ما كيخموش لك الصحه ديالك، واللي ما سوقهمش فيك، واللي كيستغلوا فيك انك انت كتقلب على الرخاء، انك انت عارف مثلا في الوقت الراهن ان الدجاج كيدير 20 درهم للكيلو حي، ان الهبره ديالو كدير 45 حتى ل 50 درهم للكيلو، وان باقي المكونات الفخاض والفوق ديال الفخاض كيدير 36 درهم 35 درهم، وكيقدم لك ساندويش ديال الدجاج ب 10 دراهم، فيه الدجاج وفيه الخبز وفيه لاصوص وفيه البصله وفيه القزبر ومعدنوس وكتاكلو. يعني الا حسبتيها مستحيل شمن دجاج في هذاك الساندويش ديال 10 ولا ديال 15 درهم سيدي، شمن دجاج غادي يكون فيه باش انت تاكلو بهذاك الثمن؟ ماشي منطق، محسوبة، واحد زائد جوج يساوي ثلاثة، ما يمكنش لك تخمم فيها بزاف. إذن هذاك الدجاج اللي كاين تما ما مشريش بالثمن الحقيقي ديالو، باش ما يتشراش بالثمن الحقيقي ديالو خصو يكون مسروق، هذا احتمال ضعيف، أو خصو يكون ميت، أو خصو يكون فيه شي مرض وواصل عند هذاك الشخص اللي كيهيئو وكيبيعوا لك بثمن رخيص وكتاكلوا انت وانت سعيد، لانه ما كتهمكش الصحه ديالك. هذا شق ديال هاد الناس اللي بوحدهم غادي نجيو الحديث عليهم. ولكن الشق الاخر ديال الناس اللي عاملين مشاريع، مشاريع كبيره، مشاريع سياحيه، مستثمرين فلوس صحيحه، داخلين المجال من باب الصدفة ولا دخلوا لي حيت كيبغيوه وكيعرفوه شيء، ولكن حاطين فلوس صحيحة، وملي كيجيو كيقدموا لك الماكلة كتلقاها ماكلة قديمة، ماكلة مكرفصة، ماكلة ماشي هي هذيك. وإلا جينا استجوبنا هذاك الشخص مول هذاك المحل كيقول لك انا كل شيء عندي جديد، جايب كل شيء، هو هذا كل شيء معتبر. وهذا حال السيد صاحب المطعم ديال الحدث ديال طاجين اوزود، كيقول انا سنوات وانا كنخدم في هذا الشيء، ما عمر طرا لي هذا الشيء، انا انسان معقول، انا ما يمكن شيء، انا هادي انا هادي. مزيان، هذا الشيء كيوقع بزاف الناس، ولكن عرفتوا فين كاين الخلل؟ كاين الخلل في واحد الجهه واحده اخرى قليل اللي كيفكر فيها،
مالين الشي مالين الشكاره، صحاب المطاعم صحاب لي سناك عارفين لكن مغمضين عينيهم. اليد العامله الغير المؤهله الرخيصه هي السبب في مآسي كثيره في هذا المجال ديال المطعمه. غادي نعتبر هادشي كل اللي قلت لكم مقدمه لانه باقي بزاف ما يتقال في هذا الملف باش نفتح شهيتكم للحوار والنقاش والاتصالات ديالكم الهاتفيه. لما غادي نفتح الان الهاتف وغادي نزول منه لو مود افيون وضع الطائره باش يمكن لكم تواصلوا معنا من خلال الرقم الهاتفي بحال قلت 06 57 58 0084. ناخذوا هذه المكالمه الهاتفيه من خارج ارض الوطن ونواصلوا مع حضراتكم. الو مساء النور. مساء الخير نور استاذي الفاضل استاذ عمورة. مرحبا بك، اهلا بك، تفضل. اك عصمان مذيع برنامج الصداقه من اذاعه بيكاو. مرحبا بك عبد الصمد، خذ مكان فيه تغطيه جيده باش نتشرفوا بالتدخل ديالك الا سمحت يا سيدي عبد الصمد. الله يحفظك، ربما كنسمع نقص الوسيله باش كتسمعنا الا سمحتي، لانه ما يمكنش يتكلم في الهاتف وفي نفس الوقت يكون الوسيله باش كتسمع. نعم استاذ، شرف كبير نهضر معك. انا حاولت محاولات كثيره في برامج اخرى ديال حضراتك وديال المسابقات مفتوحه ولكن ما كانش حدا يعني معايا، واليوم انا سعيد اللي كنت من الاوائل من قبيله وانا اساس عليك الصراحه. مرحبا بك، هذا شرف، تفضل. الله يبارك فيك، الله يحفظك استاذ. المهم انا كنحاضر من نواحي مدينه بن حماد بزاف، انا هي نتبع الاحداث ديال البلاد بزاف، وشفت هذا الموضوع هذا الكارثه هذه ديال الطاجين هذا في هذه المنطقه ديال اوزود، اللي يعني هو ما كاينش غير اوزود، راه اوزودات هما وطواجن هما في المغرب. على داك الشيء اللي كنشوفوا يعني كما سبق وذكرت يا استاذ، هذوك الكراراس، هذوك نزيدوا عليهم دوك السواق اللي في البوادي، نزيدوا عليهم يعني في هذوك القرى المدن الصغار كما مثلا مدينه سطات، مدينه برشيد، مدينه خريبكا. لان شفت انا يعني الحوادث بحال هذا الشكل، ولا الكوارث بحال هذا الشكل هذا، ولكن المسؤوليه كنحملها انا شخصيا ماشي لا لاصحاب المطاعم ولا غيرها، المسؤوليه المسؤولين اللي خاصين يعني يعني الجهات اللي كتعطي الرخص والمراقبه اللي خصها تكون مستمره. نعم بالاخص المراقبه، لان المراقبه ما كايناش، ما كنشوفوهاش بتاتا، واش ما عندناش مراقبين، ما عندناش. تفضل. بسلامة المستهلك ولا بالصحة ديال المستهلك، احنا ما عندناش هادشي بتاتا، ما كنشوفوهش، ما كان يعيشوش اصلا، ما كيدورش كاع في الراس. وكما قلت استاذي الفاضل، يعني الاكثريه ديال الناس كيمشي غير كياكل وصافي، ما عنده اراد في الزنقه، هذاك شويه ديال الدجاج وهادي الصغير يعمر كرشو، الصباح كيصباح ضراني كرشي، ضراني القلب، ضراني المعده، ضراني هادي. ولكن هادي كلها يعني مصائب ومشاكل اللي كترجع للمسؤولين، لانك كان داكشي عندنا مضغوط وكانت مسؤولين وكانت تفتيش، ما غاديش نوصلوا لهادشي هذا. وعاده بالاخص ملي كتجي يعني هاد المصائب استاذي الا سمحتي في يعني في مناطق سياحيه، لو كان الامر مثلا كانوا بعض الاوروبيين ولا بعض الاجانب كياكلوا لقاو هذاك المصائب ديال الدودوس، فين غنصبحوا؟ فين غيصبح المغرب اليوم؟ هذوك ما كيعطروش يعني، كيصبحوا في التلفازات، كيصبحوا في الجرائد، كيصبح كل شيء، يعني واحد الشهره اللي ما من بعدها شهره. واضح ان المغرب هو من الدول الاوائل في الطبخ وفي في في لاكويزين ديالو فسميتو، وكنفتخروا به، ولكن كيطيحوا بعض الاشياء اللي هي بسيطه، لان علاش كل مسؤول كيدير خدمته ما غنوصلوش لهادشي اكيد، لان كل واحد واضح يا سيدي. شكرا لك، شكرا على المكالمه ديالك، هناك مكالمات كثيره. الله يبارك فيك، الله يحفظك، وكتفتخر بالبرنامج ديالك ومزيد من التالق ان شاء الله. شكرا، الله يبارك فيك. مكالمة هاتفية أخرى، ومناسبة باش نقول للإخوان والأخوات، رجاءً ملي تشوفوا كيتكلم خليك معايا لا سمحتي، رجاءً
قلت انه بغيت نقول لكم اللي تشوفوا شي حد كيتصل. السلام عليكم سي عموره. مرحبا بك سيدي، اهلا بك. مرحبا. السلام عليكم سي عموره. وعليكم السلام، شرفني بالاسم. ما كنسمعش مزيان، اهلا وسهلا. اهلا بك. عرفتي علاش ما كتسمعش مزيان؟ وهذا اللي كنت كنقول، الناس كيعيطوا وكيشوفوا مكالمه دايزه وكيعيطوا، هذا باش كيعطينا واحد لو بيب، واخا انا كنحاول انني نضبط هذه القضيه. تفضل. صافي دابا كنسمع مزيان. شو الاسم ديالك الا سمحتي؟ هشام الحاكم من هولندا. تفضل سيدي هشام، مرحبا بك ومرحبا بناس هولندا، تفضل. اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. اهلا بك. هو هذا الموضوع ديال دوك الناس اللي مشاو كلاو الطاجين وصدق فيه شنو فيه، وبالنسبه لذاك السيد قال لهم بانه راه داك الشيء ماشي معقول. هي الموضوع سواء كانوا دوك الناس الفقور التهمه او بالصح، هو الموضوع مزيان يتشاع باش كل شيء البوادي كل شيء القرى يغيروا داك يزيدوا في النظافه. صحيح. باش يزيد سواء كان هذاك ديك المراه هي ولا اللي قالت راه الدود كيرغل هو ما يمكنش يكون كيرغل هو طاب وهذه وهذه وهذه، سواء هما الفقولوا التهمه بشي منافس اللي كان صيفطهم او شي حاجه او كذا او كذا، او لا شي قصه او لا يوتيوبر بغى يكبر يوتيوب ديالو او شيء او شيء، انا ما كنعرفوش، يمكن الشرطه تعرفهم بعد. هذا موضوع انا كنشوفه ماشي مهم. هذاك السيد سواء عنده ما عندوش الثلاجات ما عندوش النظافه ما عندوش هذه ما عندوش هذه، انا كنظن ما كيهمش مزيان قد ان المغرب كامل من خلال هذا الموضوع هذا غادي يبداو يزيدوا في النظافه، يزيدوا في الثلاجات، يزيدوا في النظافه في 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 لي فيسي في الكوزينه في هذه في هذه. هذا هو اللي زعما فيه افاده كبيره بالنسبه للمغرب، لانه كي هذيك النظافه نقولوا حنا صفر، بزاف ديال المناطق في المغرب اللي فيها النظافه صفر صفر صفر. واضح. مشكور جدا على المكالمه ديالك يا سيدي الفاضل. طبعا القضيه ديال واش هذا الشيء بالصح ولا ماشي بالصح ما ندخلوش فيها لانه تحقيقات جاريه، انما اللي كيهمنا هذا الموضوع غتشعب عليه مواضيع كثيره وكثيره جدا. الموضوع الاساسي ديال ماكله الزنقه مرتبط بجوده المواد الاوليه ومرتبط بالنظافه ومرتبط باهليه من يهيئ هذيك الماكله، الى اي حد هو براسه نقي ولباسه اللي لابس نقي وفي حياته هو نقي. يعني اللي كيوجد الماكله للناس اصلا خص يكون عنده ثقافة النقاء، ثقافة النظافة. وهادو اللي كيخدموا الناس في هذا المجال راه كيخصو ما يخدموا عنده حتى يدوز له اختبارات واختبارات. غادي نرجعوا لهم بعد المكالمة. الو مساء الخير. السلام. اهلا بك، مرحبا. اهلا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بك مستمعنا الفاضل الكريم من مصر. ربنا يخليك مع حضرتك. انا كده خلاص، انا كده معروف. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يبارك فيك. ربنا يخليك استاذ محمد. والنبي بالنسبه للمشكله مره اخرى ذكر المتلقين باسمك الفاضل لو سمحتي، وان كان انا كنعرفك. تفضل. ربنا يخليك اخيك طارق خضر حفني من جمهوريه مصر العربيه محافظه الاسكندريه تابع للجاليه المصريه باسبانيا. مرحبا طارق. الله يخليك استاذ محمد، ربنا يخليك يا رب. بالنسبه للمشكله اللي بتاعت اللي هي المقززه شويه ديت، اللي هي بيغلب عليها الجانب الضمير يعني نمره واحد. ورسولنا الكريم طاهر الشريف شفيعنا يوم الدين قال من غشنا فليس منا. فده من الشق الديني، دي نمرة واحد. نمرة اتنين يا أستاذ محمد، للأسف في أوروبا وفي الدول الغير مسلمة بيطبق القانون يعني رادع. مفيش حاجة اسمها معلش في أوروبا خالص. كلمة معلش دي ما لا يوجد لها بنك يصرف فيه في أوروبا. كلمة معلش توجد في الدول العربية فقط، حتى هنا في مصر، حتى هنا في مصر يا أستاذ محمد. أنا ما أقدرش يعني أقول في المغرب بس ولا هنا، هنا في مصر في مطاعم، أفخم مطاعم كانت بتعمل سوري في اللفظ مع احترامي لحضرتك ومع احترامي لكل الناس، بتعمل لحم حمير، كفته للحم حمير سنين واتقبض عليها للاسف. فهمتني يا استاذ محمد؟ المفروض
في مثل مصري بيقول اضرب المربوط يخاف السايب. المفروض يعاقب معاقبة يرضع فيها لكي يكون عبرة لغيره. صحيح. مفيش حاجة اسمها معلش يا أستاذ محمد معلش، يعني صاحب المطعم دوت أو الطباخ اللي في المطعم اللي عمل الأكل دوت، لو راح مطعم ابنه ولا زوجته ولا هو يرضى يأكل الحاجة ديت ويموت؟ طبعا لا، طبعا لا. مش معقول، مفيش حاجة اسمها معلش. فهمتني يا أستاذ محمد؟ الله سبحانه وتعالى يعني ما يرضاش بكده، ومفيش أي دين في الأديان بيرضى بالغش. فالمفروض يعاقب معاقبة صارمة. يعني يتحاسب المتسبب، المتسبب في هذا الأذى وهذا السم اللي حطه في الأكل للإنسان دوت. فهمتني؟ واضح يا سيدي الفاضل، مشكور مرة أخرى. ربنا يخليك يا أستاذ محمد، ربنا يخليك وسلامنا للمغرب من طنجة للجويرة. ربنا يخليك يا أستاذ محمد، حبي واحترامي، شكرا لك. ربنا يخليك، السلام عليكم. الله يبارك فيك. عمر بوفتاس كيقول انعدام المراقبة من طرف الجهة المكلفة بحماية المستهلك هو السبب. شخصيا كنت في السعودية والجهة المكلفة تقوم بجولات للمراقبة وربما مرتين في اليوم لنفس المطعم. فاتي فطوم كتقول عاد هذه يومين في إقليم الرشيدية عدد من التلاميذ أصيبوا بتسمم وعدد منهم في حالة خطيرة جراء أكل وجبة الغذاء في مطعم المدرسة. مكالمتكم الهاتفية كثيرة وكثيرة جدا، وهناك أشياء كثيرة اللي باقي كيخصنا نقولوها، وما بغيناش من بعد نتجاوزوا ساعة من عمر البرنامج، لأنه كاين إخوان اللي عندهم عمل غدا وكاين لو ديكالاج غير، بحال كنقول لكم ما بيننا وما بين دول في العالم اللي كتابع هذا البث المباشر. لذلك غادي نواصلوا حديثنا وغادي ناخذوا المكالمات بين الفينة والأخرى. المسألة ديال النظافة، قلنا ما عرفتش أنا كيفاش واحد عنده مطعم وكيخدم عنده واحد راجل ولا امرأة جا باش يعمل المطبخ باش يخدم في الكوزينة وكيشوف هيئته أنه هو بين أصلا ماشي نقيس ماشي نقي، كيمكن لك تشوف من شعره من طفاره من يديه من لباسه من حالته، كيمكن لك تفهم واش هذاك الشخص يمكن تدخلو للكوزينة. راه ملي كتدخلو للكوزينة مدخلو لواحد الغرفة ديال العمليات، راه ما كاينش فرق ما بينها وما بين غرفة عمليات في مستشفى. ها الا مشيتو في واحد الابعاد معينة، هاد السيد غادي يهيئ لك اشياء اللي انت غادي تدخلها داخل الجسم ديالك، يعني سيدخل بشكل او باخر بما يهيئه بما يضعه في ذلك الاكل داخل الاحشاء ديالك، كما يفعل الطبيب الجراح لما كيفتح باش يمشي يعالج عضو ما من الاعضاء. هاد الشخص كيدخل الاحشاء ديالك، كيبدا دخوله من الفم ديالك وكيمشي وكيوصل لجهازك الهضمي بكل مكوناته. طريقته في تهيئ الطعام، لو افترضنا ان كل المواد الاوليه مواد مزيانه وما فيها حتى شي مشكل، طريقته في التهيئ اما ستسبب لك الم ومرض اني او لاحق، إما أنك بالفعل ستستمتع بذلك الأكل وغتأخذ فوائده، لأننا كناكله لهدفين، هدف الاستمتاع وهذا الهدف هو اللي كيخلي عندنا الشهية ونتصوروا اللحم ونتخيلوا الخضراء ونبغيوا الحوت، واللذة ديالو عندنا مبرمجة في مخنا كتحضر باش نتشهاوه يجي. والهدف الثاني هو الاستمرار في الحياة، مكونات ذلك الطعام ملي غادي يفرزها جهازنا الهضمي ويوزع على الخلايا سنحيا. هذا التوزيع الا كانت فيه سموم جايه من عند هذاك الطباخ غادي تأذي الناس. ذلك الطباخ اللي قلنا قبيله هل هو مؤهل؟ ذلك الطباخ اللي قلنا قبيله واش ما تكونش عنده رغبه ديال انه ينتقم من المشغل ديالو اللي كيشوفو مضيعو في الحقوق ديالو؟ واش ما تكونش عنده رغبة انه يرقدي وعدي حتى الخلاص اللي كيعطيوني الاجر ضعيف ما شغليش، واصلا انا ما عنديش ضمير
اللي غادي يخليني نقول لا، علاش غادي نادي ناس اخرين ما عملوا لي ولا شيء؟ نستمر مع هذا الشخص ونكون مقتنع بداك الشيء اللي كيعطيني او نمشي بحالي؟ للاسف كاين لا، كاين ناس كيعبروا على الاحتياج ديالهم المادي، كيمشيو يخدموا في هاد المطاعم ولا في هاد المحلات ديال الاكلات الخفيفه، كيكون الاجر قليل لان صاحب المطمع صاحب المطعم اما طماع اما هذاك الشيء اللي يمكن له يخلص، لانه لو خلص اكثر منه حتى هو غادي يكون خاسر. فهاد الناس اما يقبلوا وضميرهم يبقى حي وما ينتقموش من المستهلك بسبب المشغل، او ما يشتغلوش اصلا في هذا المجال. هذا عنصر من العناصر اللي كتسبب المشكل، ولربما الا تبت انه طاجين بالفعل كان فيه دود من بعد التحقيقات، راه يمكن لقاو انه الامر مدبر من داخل المطعم من قبل مشتغلين ما اراد الانتقام من صاحب المطعم، اما انتقام شخصي او بإعاز من منافس اخر. راه يمكن هاد الاشياء تكون بهذا الشكل، حتى هذا وارد، التحقيقات غتبين لنا اشنو كاين. ولكن بالعوده لعنصر المراقبه، صحيح انه الجهات المختصه بالمراقبه ما يمكنش لها دير مراقب عند كل مطعم وعند كل صناك وتجي تراقب هذا وهذا وهذا، خصوصا ملي كتكلم مع هاد الجهات كيقول لك حنا الموارد البشريه ديالنا محدوده وامكانياتنا اللوجستيكيه محدوده، واخا نراقبوا واخا تكون عندنا الامكانيات راه يستحيل نقف على كل الخروقات. اسيدي هذه اكوردي غادي نعطيوها لكم ونوصلوا بعد هذه المكالمه. الو، مساء النور. تحيي لكل المتتبعين هاد القناة ديالك وهاد البرنامج ديال نبض الشارع، برنامج رائع صراحة. الله يبارك فيك، تفضل يا سيدي الفاضل. أخي عمورة، بحكم أنا سائق ديال شاحنة نقل البضائع، كنجوز قريبا تقريبا واحد 90% يعني بحال اللي قلتي في المغرب، الصحراء الشمال فيما مشيت، وكنت كناكل في القهاوي بزاف كل صراحة، ويعني وفي الأديس بزاف، نقول تقريبا واحد نسبة كبيرة يا سامورا، يعني أكثر المقايم غاديش نقول كل شيء، ولكن كاين واحد نسبة كبيرة ما كيحتارموش المعايير هذه ديال سميتو ديال الجودة في الماكلة، وتكون قديمة، ولا مثلا الدجاج كي في العشية كيسالي ليهم يعني كيشيطيهم، ولا مثلا اللوبيا ولا تقاليا ولا داك الشيء كيردوا للفريغو غدا يحطوا لك، كتلقى البرقه في الشكل ولاصوص يعني في الشكل، وكتلقى داك الشيء الاخر في شكل الحب مثلا، ولا كتلقى بعض المرات كيحط لك الطاجين كيتربخ، يعني كتقول حتى العافيه شعلك، وملي كتقلب الحب الوسط كتلقى الحب باقي في يدك، قسما بالله العلي العظيم كونجلي. وكاين بعض القهاوي سامحهم الله، والله يا اخي عمورة لا كثير عندهم الله يصبح ويوقي لك الحب الحبير والكلاب والبغال، ورا كانوا مؤخرا كانوا قال ما نعرف التجربة شي 10 سنين في الدار ديالنا، ما غاديش نقول بلاصة بالضبط، وفي الاخر الطبيب بجهود ربما الحالة زونية، ويعني وخسرت تقريبا واحد 4000 درهم ولا 5000 درهم، يعني وليت كنشرب الماء كيحرقني في الباعي ديالي يا اخي عمورة. للاسف ومن وليت كناكل الماكلة ديالي كنطيب بيدي والمسائل داكشي نحمد الله تعالى، والله القسم اخي عمور انا نلقى واحد المعده ما بقاش كتجيني، واحد الاشاره بغيت نقولها، واحد باش يستافدوا منها بزاف الناس، فكتلقى القضيه ديك كتقول حبي غنشري للحب مثلا ندي نطيبو في الدار ياك، فملي كتوصل عند الجزار اغلبيه مثلا باغي دير الكفته شنو كيدير؟ كتكون عنده اللحم مثلا، انا ما كنعممش راه كاينين ولا الناس، ولكن كاين الناس اللي غنقول واحد الكلمه وسمحوا لي، كاين الناس اللي مجرمين، هو كيكون اللحم خامز عنده كيعرفك الباساجي وكيركزوا على الباساجي، مثلا الكليان كيحشموا منه شويه، الباساجي كيهلكوا شنو كيدير؟ كيقول لك يخلط لك شويه العطريه، ولا يخلط لي العطريه لا والو، ولكن غيجي يطحن لي بيت الكبته، انا غنقول له دير واحد شويه كيكون عندهم الربيع، ولا نهز معايا الربيع ونقول له هات لي شويه ديال الربيع، اللي غيطحن لك داك الطرف ديال الكفته وكيخلط مع داك القزبر مثلا المعدوس، كيتعزل داك الكفته ديالك انت كتبان على داك الشيء اللي غيبعدو ما يزيد.
الوسط كيلو كيكون في الماكينه وكيدير ديك اللحمه الفوقانيه مزيانه كتبقى في الماكينه وديك اللي دايره داك الزلاطه وداك الشيء هي اللي خرجت من اللحم وداك الشيء كيخرج لك في الطاي وكدير بحالك. واضح، تحياتي إليك، شكرا على هذه المكالمة الطيبة ديالك، كاين مكالمات كثيرة جدا، شكرا على هذا الوفاء ديالكم، وكاين تعاليق أيضا كثيرة وكثيرة جدا، كاين إخوان اللي كيقولوا أخوات اللي كيقولوا يا ودي بحال عبد الرحيم صحارة كيقول المغاربة مشاكلهم ماشي مع الماكلة ديال الزنقة والدود في الطواجن، المغاربة عندهم مشكل مع الدود ديال القنوات العهر والفساد بحال عطا واحد الاسم ديال واحد القناة وغيرها، راه عقول المغاربة ولا فيهم الدود بعدد القنوات ديال اليوتيوب اللي للأسف كتفسد لهم الأخلاق ديالهم والأذواق ديالهم. للأسف هذا مشكل بالفعل كنتكلموا عليه، غادي يكون معنا إن شاء الله في نبض الشارع هذه القضية عاود المشكل الكبير اللي ولا ديال من هبة ودب كيخدم بورتابل وكيبدا كيهضر وكيقول أي حاجة كذوب والإشاعة هذه كثير للأسف كيدمروا فيها العقول ديال الكبار وديال الصغار. فكنا كنتكلموا قلنا يا ودي الجهات المسؤولة غتقول لك أنا وخا نحضي وخا شنو ندير خص الناس يكون عندهم ضمير وخص الناس هما يحضيوا راسهم والمستهلك حتى هو يحضي. صحيح، قلنا هذه ديالكم أكوغدي للجهات الحكومية المختصة مزيان، ولكن أجي هاد الكرارس اللي في الزنقة كيبيعوا الماكلة وكتشوفوهم كروسة في الزنقة كتعطي للناس المشوي، السوسيس مشوي، هالكبدة مشوية، الريوس مبخرين، هاللحم بخار، هالبصلة مقلية، هالكفتة مشوية ولا مقلية في بلانشاها، هادشي على مرأة ومسمع من الجميع. دابا الإنسان اللي بغى يدير الماكلة بغى يفتح محل خصو رخصة، وهذه الرخصة كتعطى بناء، وانا غنقول لكم المسطرة باش الناس يفهموا كيفاش كتعطى الرخصة ديال الماكلة. كيخصك تقبط المحل وتهيئو وتجهزو وتجيب تجهيزات، شروط النظافة، المكان فين غادي يغسلوا الناس يديهم، المراحيض، كل شيء كيخصو يكون مضبوط. كتمشي كتقدم الطلب ديالك بناء على واحد الملف في واحد المجموعة ديال الوثائق، لا علاقة بالمحل، مكريم، شري، الرخصة ديال مول المحل، واش كيسمح لك دير الماكلة تما، الإعلان الضريبي ديالك، من واحد المجموعة ديال الوثائق الإدارية. ولكن فيما يخصنا نحل الجانب ديال النظافة، التجهيزات كلها خصها تكون على أحسن ما يرام. كتنزل الملف ديالك وكتسنى واحد اللجنة مشتركة غادا تخرج تعاين هذاك المحل، تشوف هل هو يستوفي كل الشروط باش يمكن تهيئ فيه الماكلة وتقدم للناس. كتخرج هذيك اللجنة فيها ما بين 4 و6 الناس، وقد يكونون أكثر أو أقل، كيعينوا كل واحد كيعمل التقرير ديالو والتنقيد ديالو، وكتجتمع هذيك اللجنة وكيقروا منح الرخصة أو عدم منحها أو منحها بشروط أو بعد استيفاء واحد المجموعة الملاحظات اللي غتكون عملات هذيك اللجنة. عاد كتولي عندك الرخصة باش يمكن لك تبيع الماكلة للناس. وما بين الفينة والأخرى كتقدر تجي عندك شي لجان ديال المراقبة على حسب الإمكانيات ديال هذيك الجماعة اللي انت فيها. هادشي اللي بغيتي انت تبيع وتشري في الماكلة، كنتي أكلة خفيفة ولا مطعم، كاين فرق ما بين المطعم والأكلة الخفيفة في الإجراءات. عادي يمكن لك تبدأ تبيع وتشري في الماكلة. ونفس الدولة اللي عاملة هاد الشروط اللي طبعا كتقول أنا ما يمكن شيء من هبة ودب يجي بدا يعطي المغاربة ياكلوا، خصو ما يعطيهم ياكلوا حتى نخرجوا من عين البرة حتى يدير جميع الشروط. برافو الحكومة، هادشي هو اللي خصو يكون. إيوا، وملي كيدوز القايد وكيدوز الباشا وكيدوز العامل وكيدوز الدراكي وكيدوز الأمني وكيدوز القوات المساعدة وكيدوز الجهات المسؤولة على المراقبة، وكتشوف الكرارس في الزنقة كيبيعوا الماكلة، وكتشوف في السواق الناس كيقليوا الحوت في زيت مدوز 17 سوق، وكيشوفوا الشفنج فين كيطيب، وكيشوفوا الطواجن فين كيطيبوا في السواق، وكيشوفوا المحلات العشوائية اللي كتقدم المشوي واللي كتقدم المبخر واللي كتقدم الكرعين واللي كتقدم الدجاج واللي كتقدم بيبي، واللي كيشوفوا هادشي اللي في الزنقة
هاد الناس اللي كيبداو في 6 ولا 7 وكيساليو مع 10 ولا 11 ولا 12، واللي في بعض الاماكن اللي كيبقاو مع الناس ديال نصاصات الليل راهم كيبقاو خدامين مع هادوك الناس، وهذا الشيء على مرأى ومسمع من الجميع. شنو هو التناقض؟ كيفاش هادوك الرخصة والإجراءات والضرائب وما كينش مزيان؟ باش ماشي من هبه ودب يجي يا خويا بدا يعطينا حنا ناكلو مزيان، والاخرين شكون اللي غادي يراقبهم؟ شكون اللي غادي يحبسهم؟ شكون اللي غادي يمنعهم؟ منافسه غير شريفه اولا لهذوك الناس اللي كيخلصوا الضرائب واللي عاملين استثمار. هذا كيبيع الساندويش ب 25 30 40 درهم، والاخر حداه كيبيعو ب 6 دراهم ب 10 دراهم. هذاك ما يقدرش يغش بين قوسين حيت عارف راسو عنده مراقبه ولا حصل غادي يدي. هذاك الاخر الدنيا هانيه، اليوم حاط الكروسه هنا غدا يصبح في جهه اخرى. ولكن هذا الشيء كتشوفوا الدوله. اذا لا قلنا انه راه ما تقدرش تراقب كل شيء بالنسبه للمحلات المرخصه، كنقولوا انها هي طالقه اللعب، طالقه اللعب للناس اللي بغاو يديروا الماكله. راه كاين شي اشياء عندنا في بلادنا كيخصنا نعالجوها بمقاربة علمية لها ارتباط بالعقل وبالمنطق، ما نقاربوها شيء بمقاربة شعبوية سياسوية عاطفية. ما يقولش لنا شي واحد وهاد وكدابا لحيدناهم فين غيمشيو، تي الحكومة دبر راسك، صوبي لهم فرص ديال الشغل، عملي استثمارات، لقاي الحلول. على مال هاد الدول الاخرين اخوان كيعيطونا من اوروبا، مال هاد الدول الاوروبيه مالهم؟ شنو عندهم؟ عندهم الكرارس اللي كيبيعوا الماكله في الزنقه؟ ما عندهمش. عندهم المحلات الماكله اللي تراك فود اللي ايضا مراقبين وبالرخص ديالهم، وبهذه كتلقى سياره مجهزه احسن من صناك في محل، كيمشيو لمواقع معينه في مواقيت معينه كيبيعوا الماكله، ولكن داكشي على حقه وطريقه. انما ما كتلقاش كروسه في جوج ديال الرويض قدامها واحد جالس وكينش وكيعطي العباد الله، ما يمكنش عاود. وما نقاربوهاش بطريقه سياسويه، كتجي شي حكومه فيها شي احزاب معينه كيقول لك اخويا لا انا ما نقيش داك الملف، غيقولوا الناس تطلعتوا نتوما عاد بديتوا كتحيدوا لنا خبزنا كتحيدوا لنا رزقنا، لا 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 خلي 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 عندك داك الشيء الاخر، عندنا ما نديروا بداك الشيء. تيجي شي واحد وبيناتهم مقاربه سياسويه. فلا بغينا نعالجو هذا الملف راه خصنا نعالجو من جميع الجوانب ديالو. القضيه ديال الليجان ديال المراقبه، لونسا، لانه كاين بزاف الناس قال لك اودي هذا الشيء كيخص المكتب الوطني للسلامه الصحيه هو اللي يشرف عليه. المكتب الوطني للسلامه الصحيه ما عنده حتى علاقه بهذا الشيء، هذاك عنده مهام أخرى وفق القانون 25.08 اللي كيراقب المهام ديالو، من بينها حماية الصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. يعني الشركات اللي كيصوبوا لك مثلا اللحوم اللي كيتم تحويلها، اللي كيصوبوا لك الكسكسو، اللي كيصوبوا لك الشعرية، اللي كيصوبوا لك البيسكوي، هادوك الشركات هذه مهامها كتراقبهم وفق ما يحدد لها القانون. بالنسبه لهذيك الليجان اللي كتخرج كتراقب كيمكن تخرج معاهم، ولكن محدود التدخل ديالها. شكون هما المعنيين الحقيقيين بالمراقبه؟ هما الناس ديال المصالح الجماعيه اللي عندها هذا الاختصاص ديال المراقبه، هما اللي كيخصهم يخرجوا يديروا هذه المراقبه. واجي تشوفوا دابا القضيه شحال مرتبطه ومتشبكه. وشكون هما هاد الناس؟ منتخبين، كاين رئيس، كاين لجان، كاين رؤساء تلك اللجان، وكاين مصالح سياسيه، وكاين مصالح ماديه، وكاين توازنات يجب الحفاظ عليها. في بعض الاحيان للاسف قراراتنا احنا كمواطنين لما كنمشيو نصوتوا ولما كنصوتوا على من هبه ودب
كنضروا صحتنا من حيث ولا ندري، باش نبقاو حاصرين غير في هذا الموضوع ديال الصحه، نبقاو حاصرين غير في القضيه ديال الماكله، ديال ماكله السمقه. حيث في نهايه المطاف خصكم تعرفوا باللي هاد الجماعات عندها واحد المجموعه ديال الصلاحيات كيمكن ليها تعملها، وكيمكن ليها تلعب دور كبير في هذا المجال. هي اللي كتمنح الرخص، هي اللي كتسحب الرخص ديال الناس اللي على الاقل كيبيعوا ويشريوا في الماكله وعندهم رخص. اما المصيبه الكبيره راه الناس اللي ما عندهمش رخص من الاصل، وهذه قصه اخرى. القضيه ديال المواد الاوليه المستعمله في تهيئ الاطعمه اللي كتقدم لكم، كاين الناس للاسف اللي كيمشيو كيقلبوا على ارخص ما كاين في السوق، وهذا ارخص ما كاين في السوق كيمكن يكون دجاج ميت، كيمكن يكون لحم فاسد، لانه اللجان ديال المراقبه كطالعنا باخبار مزيان كاين خدمه، كيقول لك اودي خلال هذا الشهر ولا خلال المده المتراوحه من تاريخ كذا الى تاريخ كذا تم حجز كذا طن من اللحوم الفاسده كانت موجهه للاستهلاك الادمي. هذه اللي تحجزاتها اللي بانت، اما اللي ما بانش هذاك بوحدو فين كانت غدا هذيك اللحوم؟ راه كانت غدا العدماء الضمير من اصحاب المطاعم واصحاب محلات الاكلات الخفيفه، وخصوصا خصوصا خصوصا هاد الكرارس اللي منتشرين في الزنقه واللي كيبيعوا للناس الماكله برخص التراب مقارنه مع المكونات ديالها. واش عرفتي الدجاج شحال كيدير اليوم؟ واش عرفتي اللحم شحال كيدير؟ واش عرفتي بيبي شحال كيدير؟ واش راه ما يمكنش؟ واش كاين شي سوسيطه كتباع ب 10 دريال بنصف درهم؟ شنو فيها لداخل باش معمره؟ وفكر شويه، خمم، راه ما يمكنش. راه بغيتي تصوب انت في دارك وما تصدقش لك ب 10 دريال، مستحيل. واخا ما شنو دير لها؟ تعمرها بالطراب وتجيب داك المصران تشريه غالي وما تقامش عليك ب 10 دريال، تقام عليك اغلى. اذا كيفاش انت كتاكلها ب 10 دريال ولا بدرهم؟ مستحيل. اذا انت كمستهلك كتسهم في اذيه نفسك ملي كتمشي كتقلب على الرخاء اللي غادي تدخلوا لجوفك، اذا كتمرض راسك. ها هو المستمع والمشاهد الكريم قبل حين قال لنا انه تصاب في الجهاز الهضمي ديالو بواحد المرض اللي صعيب، وهذا الشيء عدد كبير الناس تصاب به. كاين اللي تا كتمرض له المعده، الجهاز الهضمي كياكل المصرى الغليظ ولا المصار الرقاق ولا المعده، كيقول لك مع منين جاني هذا الشيء. الا رجعتي لتاريخك ديال الماكله، شنو كتاكل وعند من كتاكل وفين كتاكل، غتعرف منين جاتك الاذيه. اذيتي راسك من حيث لا تدري. تعليق ديال حضراتكم كثيره وكثيره جدا. ليلى ليلى كتقول الله ياخذ الحق في كل من صوت على شي شفار. امين، متفقين بالفعل. انا شخصيا قبل الانتخابات في برنامج حضي راسك وفي مناسبات اخرى قلت لكم ودي راه طريقتكم في التصويت وعلى من غتصوتوا يمكن ترهنكم الخمس سنين الجايه، ماشي يمكن، اكيد غترهنكم. اما ناس غادي يكونوا معقولين وناس واعين وناس عندهم ضمير وناس قارين، ايه خصك تصوت على اللي قاري، ما يمكنش تصوت على انسان امي. راه ملي كتصوت على واحد صيفطو للبرلمان هو اللي غيصاوب لك القوانين، واش انت كتعتقد ان واحد ما قاريش؟ مع احترامنا للناس اللي ما قارينش والاميين، ولكن راه ما يمكنش تحطه في واحد المنصب اللي مفروض انه يشرع يخلق القوانين، راه مستحيل. وما يمكنش لك تحط واحد مثلا في جامعه قرويه غادي يسير ميزانيه جامعه قرويه ما عندوش حتى شهاده ابتدائيه، وجا القانون قال لك حقق وعلى الاقل هذاك الرئيس تكون عنده الشهاده الابتدائيه. انا قلت لكم المشاكل متشعبه، يعني الا بغيتي عندنا واحد الخيوط مخبلين، واحد الكبه ديال الخيوط، ما عرفتش كل واحد كيفاش كيسميها في المنطقه ديالو، خيوط متداخلين في بعضياتهم كيخصك تفكها. نتوما كتعرفوا ملي كيكونوا الخيوط ملي كتوحل باش تفك كتولي مضطر دير واحد العمليه، ولكن غادي يمكن ليها تفك في ديك الساعه، وانك كتبقى تجبد 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 ملي كيحصل الخيط كتقطعو وكتجرع عاوتاني من الجهه الاخرى تبقى غادي معاه، ملي كيحصل حصله وما كتلقاش له مخرج كتقطع وعاود تجبد. وراه هكذاك في القرارات السياسيه اللي كيخصها تتخذ
وفي السياسات العمومية اللي خصها تعمل راه كاين شي خيوط خصهم يتقطعوا، وما تبقاش تخمم فيها من الناحية العاطفية والشعبوية، خصك تتاخذ القرار وتتحمل مسؤوليتك السياسية، وما تقول شيء لا وغنتاخذوا هذا القرار غينوض عندنا الصداع في المجتمع، حيت راه المجتمع ما فيش غير هذيك الجهة بوحدها. مثلا هادو اللي كيبيعوا الماكلة في الزنقة راه فيها مواطنين مستهلكين متضررين اللي واكلين العصا، حتى لا ناضوا هادو ضدك غينوضوا الاخرين معاك الا كاع حسبتيها سياسويا، ولكن كتكون كتقدم واحد الخدمة لبلادك، بحال القضية ديال ما يسمى بحراس السيارات، هاد المبتزين، هاد الغارديانات، راه ما يمكنش شي واحد يقول لك واه كي غنديروا، راه تقريبا هما واحد 150 الف ولا 200 الف شخص، فين غادي يمشي ولا ما بقاو شيء كياخذوا الفلوس ما عندهم مالين الطوموبيلات. انت خويا فكرتي في 150 الف واحد وما فكرتيش في اكثر من 500 الف واحد اللي عندهم سيارات واللي كيخلصوا الضرائب ديالهم واللي دايرين الاجراءات واللي محركين لك السوق ديال المحروقات واللي كتاخذ عليهم في الضريبه في الليترو ما بين 3 حتى 6 دراهم على حسب السعر ديال الغازوال وديال الوقود، كتفكر ليا في وحدين اخرين. يعني في بعض الاحيان كيخص الشجاعه السياسيه الحقيقيه. ثم المواطن الكريم صديق البرنامج من جمهوريه مصر العربيه قال لك اودي ما كاينش شي حاجه سميتها معليش، يجب المعاقبه والضرب بيد من حديد على المخالفين. كنظن حنا المغاربه كنا خصنا نتفقوا على هذه القضيه، كنا خصنا نقولوا اودي بحال كنقولوا بالدارجه المغربيه، اللي فرط يكرط، ما بغيتي يقرب لك حد احترم اخويا القانون، سير في الطريق المستقيم حتى واحد ما يقدر يقرب لك، ولكن انت كدير الخواط وملي نشوفوك كتهضر كتنضر على محاربه الفساد وانت اول فاسد، مهما كان حجم الفساد الذي تمارسه فانت تسهم في تضخم الفساد. إذن خص كل واحد فينا بعدين ينطلق من نفسه، وأصحاب المطاعم وأصحاب الصناكات خصهم يراجعوا الحسابات ديالهم، خصهم يعرفوا أن مسؤوليتهم ماشي أقل من مسؤولية الصيدلي أو صانع الأدوية أو الطبيب أو جراح الأسنان، راه ماشي أقل مسؤولية، مسؤوليتهم ربما أخطر وهما مخبين، حيت كيعطيو الناس إلا ما كانش عندهم ضمير سموم في الأكل. واش أنت تقبل تمشي عند الطبيب ويعطيك شي دواء اللي غادي يسمك؟ المغاربة كيقول لك راه كيعالج، زعما كياكل، شوف المصطلح يعالج، راه ما يعالج يقدر يمرض. المغاربة في الدارجة ديالنا كاين بعض المناطق اللي كيقول لك واه راه هو كيعالج، يعني كياكل، شوف التعبير كيفاش داير. وبالفعل كاين مأكولات التي يمكن أن تعتبر دواء، كيف أنه كاين ماكلة اللي هي داء واللي هي اللي عدماء الضمير للأسف من هاد أصحاب المطاعم اللي كيهمو ما الربح المادي كيعطيوها للناس. لذلك الجهات الحكومية كيخصها تراقب ما أمكن المحلات المرخصة، وكيخصها تحارب بشكل لا تردد فيه المحلات ديال الأكل العشوائية، العربات ديال الأكل المنتشرة في كل مكان يجب محاربتها، لأنها كتمرض لنا الناس في الوقت اللي الدولة كتخصص مليارات الدراهم للقطاع ديال الصحة وكتبني المستشفيات وكتكون الأطباء وكنعانيو من خصاص في هذا المجال، في نفس الوقت تسهم في تمريض الناس، ماشي من باب التمريض الممرض لا، كتمرضهم، تتسبب لهم في أمراض نتيجة إطلاق الحبل ديالها لهاد الناس اللي كيبيعوا الماكلة وما كنعرفوهم شكون هما ولا شنو كيوكلوا للناس ولا كيراقبهم شي حد ولا كيشوفهم شي حد ولا أي شيء. وراه سبق كنت قدمت لحضراتكم واحد النموذج ديال هاد الناس اللي كيمشيو ياكلوا لي ساندويتش في هاد الكرارس، كياخذوا السوسيت وكياخذوا مجموعه ديال الاشياء. للاسف كنظن ما بقاش الوقت، كنت مبرمج انني ندرج لكم هاد التسجيل
ولكن غادي تلقاوه في هاد القناه ديال شنو كتاكلوا. العنوان ديال لا فيديو بالضبط انا غادي نعطيه لكم باش يمكن لكم تعرفوا عليه، وباش يمكن تسمعوه وتسمعوا واحد الشخص من الناس اللي كيشتغلوا في هذا المجال، والشهاده ديالو شهاده موثوقه، كيقول لك كيف انه هذيك القزيبه ديال البيبي اللي كيمكن الوزن ديالها يوصل حتى 250 غرام حتى 300 غرام في بعض الاحيان اكثر، لان البيبي الكبير راه كيمكن يفوت 20 كيلو بحال الوزن ديال الخروف. هذيك القزيبه ديالو كاين معامل خاصه كتشتغل عليها، وهذيك القزيبه ديالو كلها فيها شويه العظم وكلها شحمه، وطبعا بلا تنظيف بلا والو، قطع وطحن ودير العطريه وعمر النقانق واعطي لعباد الله. فكان عنده تفاصيل كثيره اللي قال في هذا الباب، وغادي نحيل لكم على لا فيديو باش تشوفوها وتشوفوا خطوره الامر كيفاش دايره للاسف. لذلك خصكم تحضيو راسكم وتحضيو راسكم بزاف وبزاف من هذه القضيه. مكالمتكم الهاتفيه مرحب بها. طبعا انا كنت حاولت اني نوقف الاستقبال المكالمات الهاتفيه باش نتمكن من ادراج الافكار اللي كان مفروض انني نمررها لحضراتكم خلال هذه الحلقه في البرنامج ديالكم نبض الشريع، وهو موضوع كبير وكبير جدا وباقي فيه بزاف ما يتقال. حقائق خطيره كتهم الناس اللي كتاكل السوسيس، هذا هو العنوان ديال لا فيديو اللي عملته غير في البحث في القناه ديالي، هذه القناه أموغا تي في، حقائق خطيره كتبت غير حقائق خطيره كوم موكلي، غادي تخرج لكم لا فيديو اللي هي خطيره وخطيره جدا. ناخذ هذه المكالمه الهاتفيه الان ونواصلوا. مساء الخير. الو. الو، السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام، اهلا بك. الله يبارك فيك اخويا، الله يجازيك بخير. عندي غير واحد الطلب، هو صراحه ما عنده حتى شي علاقه بالحلقه هذه. مرحبا. الا ممكن غير شي نهار نتناقشوا في هذا الموضوع ديال الزواج بالنسبه للشباب، انا باقي عندي 30 عام وصراحة ما كرهتش انا لو نديروا شي حلقه يعني تكون عندها علاقه بهذا الموضوع هذا، لانه مهم بزاف، وانا بغيت نستافد منك ومن الساده المشاهدين او المستمعين، يعني خصوصا صغر الشباب، يعني كيفاش الناس، شنو الشاب شنو خصو يشوف في المراه، شنو اللي خصو، شنو هو زعما لي كريتير اللي خصو يتبع باش ينجح ليه الزواج ديالو، يعني باش الخطوات ديالو تمشي، يعني تكون خطوات مضبوطه وناجحه. جيد، مرحبا. كل سرور صراحه هذا الموضوع مهم. كل سرور، كل سرور يا سيدي الفاضل، كل سرور. يمكن الله يجزيك بخير اخويا، سامح الله يبارك فيك. يمكن تناولوا الموضوع، الاخ كان من فرنسا ربما، يمكن تناولوا الموضوع من زاويه كثرة الطلاق، لانه الطلاق الان في المغرب ارتفعت الوتيره ديالو بواحد الشكل كبير، فكيمكن نعتبروها ظاهره من الظواهر اللي تم بها الشارع المغربي. يمكن تناولوا هذا الموضوع اللي اقترح علينا المشاهدين. غادي نرجع للتعليق ديالكم. سي زكريا كحيل توتو كات، لطيفة بن عمر كتقول عزيز على الناس السوسيس. صحيح، إلى تهيئ في ظروف جيدة وفي ظروف صحية مزيان. للأسف ثقة ما بين المغاربة والمصنعين ديال ما يقدم للمغاربة غدا وكتنهار يوم بعد يوم، بحيث انه الناس كيقول لك اسمح لي اخي، انا ناكل كل شيء الا الكفته، ناكل كل شيء الا السوسيس، لحقاش ما كتعرفش شنو فيه. غادي نرجعوا لهذ النقطه من بعد هذه المكالمه. مساء النور. الو، مرحبا. مساء النور استاذ الفاضل، اهلا بك. يتحب وتقدير واحترامي ليك، وشكرا لك جزيلا على هذه المواضيع الثقافيه والرائعه جدا. الله يبارك فيك. هذا صديق زكريا كحي. أحباب شكرا على هذا الموضوع اللي طرقت له السي عمور، على الجرأة ديالك وعلى الكفاءة ديالك، لأننا نعاني منه كثير والكثير والكثير. ولكن السؤال المطروح، أين قانون الدولة من هذا كله؟ نراه بالأعين دون أمام من الأسواق والكراريس والدخان، والناس تهافت والمخزن، ولم يحرك ساكنا لهذه الظاهرة اللي أصبحت كثيرة.
أين الدولة من هذا الشيء؟ أنا نعاتب الدولة على هذا الشيء. يجب أن تكون مراقبة صارمة في الأسواق وفي السناكات وفي كل الأشياء والحوت. سعمورة نلاحظ بالأعين ديالنا أمام الحوت في الشمس والناس والدبان مجموعة واحد حالة يرتدى على الأسف. ولكن لا مراقب ولا محاسب ولا من ولم يتكلم أي شيء على هذا الأسف حتى جات الضفدع لها الطاجين بالأزول. لماذا كل شيء ساكت؟ لماذا لا نتكلم في هذه المواضيع الحساسة؟ كما قلت نحن نريد أن نبني المشاريع والعمارات، ولكن يجب أن نبني الإنسان. الإنسان لو بنينا الإنسان سنتقدم، وإن لم نبني الإنسان فدائما سنبقى متأخرا. حتى ولا بنينا العمارات بكل أشياء، ولو بنينا كل أشياء يجب أن نبني عقل الإنسان. شكراً لك. الله يبارك فيك. شكراً سي زكريا كحيل. عنصر الثقة تفقد للأسف ما بين المستهلك المغربي وما بين من يهيئون لهذا المغربي ما يستهلك. الأسباب واضحة وبينة. أولاً لما كيشوف المواطن المغربي المواد الحساسة، مثلاً مشتقات الحليب كيشوفها معروضة خارج الثلاجة، وماشي مرة ولا جوج، عشرات المرات وفي نفس المحلات، وكيشوف ذاك المحل لم يتم إغلاقه، هذاك المحل صاحبه يشتغل بكل أريحية، ويمكن تجي وتحل الثلاجة وتبغي تاخذ شي حاجة باردة كيقول لك لا ما كنخدموش الثلاجة دابا الجو بارد اش غتخدم الثلاجة، وكيخلي هذيك المواد في الثلاجة الا كان كيخدمها بالنهار ملي كيسخن الحال، ولكن في الليل كيطفي الثلاجة لأنه كيخاف من الاستهلاك ديال الكهرباء. والمواطن يرى ذلك بأم عينيه، فكيفاش بغيتي هذا المواطن يبقى يثق في من يبيعه ما يستهلكوه؟ المواطن لما كيشوف هاد السواقات، لما كيشوف الجزارة مثلا خارج المدار الحضاري وحتى في المدارات الحضارية معلق اللحم في الزنقة، الغبرة والطنوبيلات كتدوز والدخان، ولا من يحرك ساكن، صافي أصبح الأمر طبيعي، اللحم راه هو في الزنقة كاين حتى مشكل. والمواطن كيشوف هذاك الحولي وكيجي كيقول قطع ليا من هنا، وكيخرج واحد الخدام ويجبد داك الحولي ويقطعو. اصلا داك الحولي اللي جا في واحد الظروف ما جاش في سياره اللي هي مبرده ولا اي شيء، وهذاك اللي غادي ينقلو دارو فوق كتافو بحال هكا وغادي كيجري به ووصلوا للجزائر. يعني مناظر مقززه اكثر من هالطاجين ديال الدود، انما اصبحت مألوفه لدينا، اصبحت مألوفه لدينا. صنادق ديال الحوت في الأسواق والشمس وشوية ديال التلج، ولما كيدوب كتبقى هذيك الصنادق مواجهة لأشعة الشمس، وعادي القوات المساعدة تمر ذهابا وإيابا، الأمن الوطني يمر ذهابا وإيابا، ما عليهم والو هذوك الأفراد ما عندهمش تعليمات في هذا الباب. المشرع هادو اللي صوتوا عليهم في البرلمان يتناقشون يتجادلون يصرخون طبعا من بعد يتصالحون، ولكن ما كيفكروش انهم يعملوا قوانين تهم الحياة اليومية للمواطن. كنسمعوا قوانين قانون من اجل كذا وكذا مزيان، ولكن المواطن علاش ما بقاش كيثق في السياسة؟ ما كيلمش داك الشيء في المعيش اليومي ديالو. كون يخرج شي قانون يمنع عرض صنادق الاسماك تحت الشمس، المواطن قال اي والله الا هاد الحكومه دارت واحد القانون مزيان، حس به قانون ديالو يوميا كيشوفو شي حاجه كيعيشها بشكل يومي. المواطن يسمع على قوانين عن قوانين ولكن لا يعرفها، يمكن حتى شي نهار ملي غادي يديه شي ورقه لشي دار الضريبه ولا شي مصلحه من المصالح تقولوا لا القانون اخويا كيقول كذا، وكيلقى في القانون هذاك الشيء اللي كيعكس ليه، وبالتالي كتفقد الثقه ديال المواطن قلنا في هذا اللي كيهيئ له ما يستهلكه وفي السياسي ايضا.
شيء بالشيء يذكر، وسائل الإعلام وخصوصا العمومية، أين هو دورها في التوعية؟ بحال هذا البرنامج، علاش حنا غنديروه في قناة على اليوتيوب محدودين الناس اللي غادي يشاهدوها؟ ما هو دور وسائل الإعلام العمومي لما كانش كتناقش هذه المواضيع وتقاربها بواحد الطريقة بسيطة اللي توصل اللي كيستهلكو، توصل اللي كيهيئو ما يستهلك، نفيقوا ضمير هؤلاء ونوعيو هؤلاء أنهم لا كان هادوك ضميرهم ميت، كيفاش يتعاملوا معاهم؟ أين هو دور وسائل الإعلام العمومية في هذا الباب؟ وحتى لجينا بغينا نناقشوا مثل هذه المواضيع كنديروا لها وصالات توعوية. نعم سيدي بالفرنسية، بحال هذاك اللي كياكل السوسيط كيقول سميتو جاك، يعني واحد بحال قلت لكم الخيوط مشبكين ومخبلين. وحنا بغينا بلادنا تقدم، بغينا بلادنا تمشي بعيد، وعندها المؤهلات باش تمشي بعيد، ولكنها في حاجة ماسة لأهم مؤهل اللي هو العنصر البشري. العنصر البشري اللي فوق هذه الرقعة الأرضية اللي سميتها المغرب، الوعي ديالو مختلف، ثقافته مختلفة، مستواه مختلف. ما يمكنش نخرجوا شي واحد من رقعة المغرب نقول له لا لا سير سير انت ما واعيش ما صالحش لنا في البلاد، لا، كيخصنا نضموه لينا ونوعيوه. الجهات اللي خصها تقوم بهذا الدور يجب أن تقوم بدورها في مقدمتها الإعلام العمومي الممول من جيوب المواطنين. كنمولوا هذا الإعلام ماشي باش يدير لنا السيت كوم ولا يدير لنا المسلسل، كنمولوه باش يعطينا برامج توعوية تحسيسية موجهة للمواطن البسيط. هذوك اللي يقول لك لا يجب أن تقدم هذه القنوات برامج ثقافية، وكيجي شي أستاذ كيقول لك وحيثما وأنه فلا بد من، ممكن هذا الشيء ما كاين حتى مشكل، يلا سير الله يربح. ايوا ولكن اخويا ارنا برامج اللي كتهبط عند الشعب، عند الناس اللي في البوادي اللي ما قاريش، اللي في البرارك، اللي في الجبال، اللي في الوديان، اللي تفهمهم وتوعيهم حقوقهم واجباتهم كيفاش يعملوا مع هذه الحياه. يمكن لعملنا هذا البرنامج من 10 سنين سنرقى بمستوى المواطن المغربي. هذيك محاربة الأمية اللي عملناها واللي سنين هذه وهي كتعكل، راه لو كان عملنا وسائل أخرى في إعلامنا العمومي للمواطن المغربي واللي حاجة أخرى. لماذا لا تقوم الجهات المختصة بهذا الأمر؟ علامة استفهام كبيرة. بقي الشيء الكثير اللي يتقال في هذا الموضوع يا مشاهدي الكرام. تجاوزنا عمر هذه الحلقة بحوالي 5 دقائق. كنشوف التعاليق ديالكم، حتى البرنامج ما ساخيش بكم. نختموا بأنه المواطن المستهلك عنده دور كبير يقوم به في انتظار أنه الجهات المسؤولة تقوم بأدوارها كما يجب في باب المراقبة ديال المحلات المرخصة، وفي باب الحد من المأكولات خارج المحلات المرخصة. إلى قدرات الحكومة دير هذا الشيء برافو. في انتظار ذلك أنت كمستهلك خصك تعرف راسك شنو كتاكل، وخصك تخدم عقلك من اللي تبغي تاكل، وما تتبعش الرخاء في ذاك الشيء اللي غادي تاكل. كاين منكم اللي مبليش يبلي، الله يعفو على الجميع، كيتشطرش من اللي كيبغي يمشي يشري الحشيش، كيتشطرش من اللي كيبغي يمشي يشري الشراب، ما كيتشطرش من اللي كيبغي يشري شي حاجه سينيه يلبسها. كيجي حتى الماكله وكيبدا يضرب الحساب، وهي اخطر ما كاين، لانك الا دخلتي الجوف ديالك شي حاجه خايبه كتأذي راسك. راه بزاف الناس كيتكلموا مثلا على مفهوم التوكال، يقول لك السحر كاين واحد التوكال، راه مواد سامة تدخل الجسد، راه ما كاين حتى حاجة، راه ماشي زعما شي حاجة شي مادة غذائية وكتفاها شي فقيه. ونوضعوا هذه القضية ديال الدجال والشعوذة بين قوسين، يمكن نرجعوا ليها ونفهموا شنو هي الأبعاد ديالها. ولكن ملي كتقول توكال، أي ماكلة كليتيها بلا ما تعبرها وبلا ما تفهمها وبلا ما تثق في المحل اللي كتاكل فيها وبلا ما تعرف دير تقيس ديال الثمن، تقول ما يمكنش هذا الشيء، راها توكال. استروا معايا عقلوا معايا على هذه القضية.
اي ماكله ما ضبطتيهاش وما ضبطتيش راسك شنو كتاكل راه توكال، باش نمشيو في هذا المفهوم الشعبي يمكن بزاف الناس غادي يفهموه ويمكن يتفاعلوا معاه. انت في انتظار ان الجهات الاخرى يراقبوا، اخويا راقب انت، تاكلش اي حاجه، كتحشم خجول في حوايج اخرى، حشم في حوايج اخرى، كاين تحشم في الحاجه اللي غتادي لك الصحه ديالك. اغلى ما عندك هو صحتك، لا فلوس لا والو حتى حاجه، اغلى ما عندك هو صحتك. حتى ولادك صحتك غلى منهم، علاش؟ حيت لك انت كتبغيهم غتحافظ ليهم على صحتك باش تبقى تبغيهم. اذا اغلى ما عندك هي صحتك، تسامح في كل شيء الا مع الاشياء اللي ممكن تضر الصحه ديالك. راقب ثم راقب ثم راقب، يلا قراو 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 ومارسوا الرياضه. حبي احترامي تقديري، إلى اللقاء في مناسبات قادمة.